بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب رواه الإمام البخاري، يقول فيه: من حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. لماذا؟ ما هي أسرار عيادة أو زيارة المريض؟ دعوني أتأمل معكم هذا البحث أو الكشف العلمي الذي يوضح لنا أهمية الحديث النبوي الشريف. في بحث نشر حديثا تبين أن زيارة ورؤية المريض تعزز النظام المناعي للزائر، فالنظام المناعي للإنسان حساس جدا تجاه ما يشاهده ويعتقده، وعيادة المريض والاطمئنان عليه تقوي هذا النظام. ويقول الباحث مارك شالر: إن مجرد رؤيتك للمريض تحفز جهاز المناعة لديك. إذن مجرد رؤيتك للمريض تحفز جهاز المناعة لديك. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام له يعني حديث عجيب أيضا، حديث قدسي، يأمرنا أن نزور المريض، بل إن الله أيها المؤمن سوف يعاتبك يوم القيامة. عبدي مرضت ولم تعدني، يقول يا رب وكيف تمرض وأنت رب العالمين. والله تعالى يقول له: مرض عبدي فلان، أما علمت لو أنك عدته أو زرته لوجدتني عنده. سبحان الله، يعني انظروا إلى هذا الكرم الإلهي، إلى هذا الأجر العظيم الذي يعطيه الله تعالى على زيارة المريض، هذا في الآخرة، وجعل هناك فوائد في الدنيا أنك تستفيد أن زيارة المريض وعيادة المريض تحفز نظام المناعة لديك، وتصبح أكثر قدرة على مقاومة الأمراض وتتمتع بصحة أفضل. لذلك أحبتي في الله، أكثروا من الاطمئنان على المرضى وعيادتهم، لكي يعني تجنوا فوائد في الدنيا وفوائد عظيمة في الآخرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.